جولة بين أبرز عناوين الصحف الرياضية صدر اليوم مستهلها من إسبانيا، حيث يومية ماركا سلطت الضوء على تأثير العودة المحتملة للبرتغالي كريستيانو رونالدو على خطط ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية. ماركا كتبت أن هذه العودة لا تغير أولويات النادي الملكي ولا تؤثر على خطته لجلب الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان والنرويجي هالاند من دورتموند. اليومية توقفت أيضا عند فوز إشبيليا بديربي الأندلس أمام جاره ريال بيتيس، فوز حافظ من خلاله على حظوظه في التأهل لدور أبطال أوروبا للموسم المقبل. وإلى لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية التي توقفت عند هزيمة ميلان أمام نابولي واستفادت إنتر ميلان المتصدر من هذا التعثر، حيث وسع الفارق بينه وبين مطارده المباشر إلى 9 نقاط. الصحيفة تطرقت أيضا لفوز يوفنتوس أمام كالياري بثلاثية سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتجاوز بها الأسطورة البرازيلي بيلي في عدد الأهداف في مباريات رسمية. وفي فرنسا اهتمت يومية الإكيب بخسارة باريس سان جيرمان على أرضه أمام نانت بهدفين مقابل واحد وفشله في استغلال فرصة تعثر ليل المتصدر. الإكيب ركزت أيضا على تأهل منتخب فرنسا لمسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية بطوكيو. وإلى إنجلترا، حيث فوز أرسنال بديربي لندن على جاره توتنهام في إطار مباراية البريمير ليج كان محور اهتمام صحيفة دسان. اليومية رصدت انتقادات المدرب البرتغالي جوزي مورينيو لحكم المباراة لمنحه ضربة جزاء منح من خلالها لاكازيت الفوز لأرسنال.